متابعي اذاعه الحياه اف ام الاوفياء، مولدكم مبروك ومرحبا بكم. كما قاعدين نشوفوا احنا توا على مستوى رومبوان الاسترلاب، بلديه القيروم بدات في حمله النظافه اللي تعقب احتفالات المولد النبوي الشريف. العمل قاعد يتم توا على قدم الوثائق لتنظيف امام مقام ابو سامع البلوي. كما قاعدين نشوفوا جهود كبيره من بلديه القيروان باش يرجعوا وجه البلاد على المكان عليه، خاصه لغدوه نهار قرايه. كما قاعدين نشوفوا معنا ناس قاعده تخدم باش ترجع المدينه في حاله من النظافه والترتيب وكما لازم تكون اليوم الخميس ان شاء الله غدوه. انتقلنا توا منذ 30 دقيقه في حمله تنظيف في شارع ابراهيم بن الاغلب باش تتواصل حتى شارع ابي سامع البلوي وشارع الصادق المقدم مكان الانتصاب. انتقلنا من مفترق الكونتيننتال، جندنا الفرق الكل بحول الله، لقينا كميه هائله من الكرادن ومن الفضلات كما كل عام. ان شاء الله متجندين بحول الله، نوعدوا المواطنين والمتساكنين ما نطولوش برشا سويعه اخرى بحول الله ويبدا التاريخ نضيف. ان شاء الله مولدكم مبروك، كل عام حين بخير. القراوه والتوانسه والامه العربيه الاسلاميه الكل، احنا هون توا بعد الانتصاب كما تشوفوا انطلقنا في عمليه تنظيف. العملية ذي باش تدوم ممكن من هنا لآخر الليل. قاعدين المنتصبين معناها ينسحبوا بشوية بشوية. بدينا بالمعدات الثقيلة اللي تم باش يتم رفع كل ما فضلات كبيرة من علب ومن نقولوا احنا بلغتنا الدارجة كريدم، ومن بعد ندخلوا بالبلاياج بال معناها نقولوا احنا الفينيسيون بعد بالكنس. تو ان شاء الله ديسي من كونتيننتال ديسي 4 ساعة أخرى ينطلقوا راهم بالكنس، وإحنا ماشيين الجروب الكل ماتريالي نوصلوا إن شاء الله بحول الله من هنا آخر الليل نكملوا إن شاء الله نبيتوا البلاد نظيفة. غدوة تعرفوا فما قراية باش ترجع، لازم البلاد ترجع نظيفة والطرقات الكل تتحل. من الانتصاب وهنا بالمناسبة نحب نشكر كل الزملاء اللي ساهموا في الإعداد للمولد، أكريت الناس المولد راهو نحن بالنسبة لنا توفى خدمتنا بعد تقريبا ثلاثة أيام، لأن نقعدوا نعملوا ريكيبيراسيون من بعدها. دونك نحب نشكر كل الزملاء من فرق التنوير، تدخلات، نظافة، أشغال، حتى الإدارة ساهمت زادة في المتابعة للفرق وال يعني والمعدات وكل ما يتعلق باللوجستيك. احنا توا هذايا بعد هذا باش ننطلقوا للمواقع اللي زادة الليلة شهدت كثافة نتاع مرورية وشهدت إقبال من المواطنين كيف هما تكمل منا يعني الحركه واحنا ننطلقوا. خاطر غدوة عندنا كما قلت عندنا خدمه. نحب نشكر كذلك احنا الكل في تنسيق تام مع زملائنا في الامن اللي توا قاعدين يخدموا على مستوى شارع ابو سامع البلوي وشارع صادق المقدم فيما يتعلق بقيه المنتصبين وفيما يتعلق بال يعني المواطنين المتجاجدين غادي ومتمركزين. نحب نشكرهم شكر كبير لان خدمنا في تعاون باش ان شاء الله الحمد لله الناس تقيم مشنا احنا، ولكن ان شاء الله نقولوا احنا بالنسبه لخدمتنا نجحنا ان شاء الله وارضينا ربي وضميرنا وان شاء الله القروان ديما بخير وتونس بخير. الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.